وأما الآن مشاهدينا الكرام فمع النشرة الجوية، أخبار الطقس وتوقعات الجوية تستعرضها لنا في وقفة أخيرة في نشرة التاسعة. ميرفت المليجي، إليك مرة أخرى. شكرا محمد وأميمة، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 19 والصغرى 10، الإسكندرية 17 10، مطروح 16 10، بورسعيد 17 9، الإسماعيلية 19 10، السويس العظمى ستكون 19 والصغرى 10، العريش 16 9، طابة 19 13، شرم الشيخ 22 15، الغردقة 22 13، الأقصر العظمى 25 والصغرى 10، أسوان 26 11، الوادي الجديد 21 8، شلاتين 22 13، وأخيرا حلايب 23 14. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.